حاجة نتشرفوا بها. معنا الترحم على الشهيد، واحنا اليوم في مراسم دفنه ان شاء الله تعالى في منطقه نكريف، وتقديريا المنطقه كل الشهيد هذا رفع لها راسها واراد لها عزتها، رد لها عزتها تحديدا. ونشكر الله سبحانه وتعالى على ما تكرم به، هذه نعمة من الله يمنها علينا، ومش كل حد قاعد ينال فيها الشرف، فلعل ربي سبحانه وتعالى عوضنا عن تهميش الحكومة والدولة، عوضنا بهذا الشرف الذي نقدر أنه عالي.